ومحب النادي الاهلي. اهلا بحضرتك سعداء كالعاده بوجودك معانا، وعايزين بقى نفتح معاك ملفات كتير كلها طبعا تحت نفس المظله اللي هي مشاركه النادي الاهلي للمره الثامنه في تاريخه وللمره الثالثه على التوالي في منافسات كاس العالم للانديه. رؤيتك للمشاركه دي، هل شايف ان هي ممكن تكون مختلفه عن المرات اللي فاتت؟ هل ممكن تكون اصعب من المرات اللي فاتت؟ شايف الموضوع ازاي؟ والله بص، احنا انا من وجهه نظري ان كاس العالم للانديه احنا بنروحها يعني تتويج على تعبك في بطوله افريقيا. بتتعب في بطوله افريقيا بتوصل، مفروض احنا عارفين ان الظروف البطوله اللي فاتت وصلنا للمباراه النهائيه والجواب اللي حظنا حصل فيه ولعبنا المباراه على ملعب الخصم وخسرنا المباراه. وانا شايف ان اي فرقه بتوصل نهائي افريقيا يعني زي تعتبر بطل افريقيا، فالحمد لله برضو يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، عشان تعبك ده برضو جه حظنا ان البطوله تعمل في المغرب والنادي الاهلي يروح البطوله، وده حقك اللي هو المفروض كان من الاول ان لو مباراه على ملعب او محايد كنا ممكن نكسب ونبقى نحن بطل افريقيا. البطوله دي بتبقى محببه اولا لجماهير النادي الاهلي من زمان، من اول ما اتعملت جماهير النادي الاهلي بتحب البطوله دي قوي، بتحب المباراه بتاعتها، بتستمتع بيها. بتلاقي كل الناس في وقت من الاوقات كانت بتنزل تتفرج عليها، في وقت كانت بتتعمل في اليابان تبقى بدري الناس تنزل تتفرج عليها في اي مكان. وظهر فيها نجوم كبار جدا، والنادي الاهلي ابتدى يوصل. هو طبعا في العالميه من زمان، بس مع كاس العالم للانديه اسم النادي الاهلي تردد كتير جدا بعد البطوله، وبدانا دلوقتي يعني النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي لعبت مباريات في كاس العالم للانديه. وتم المشاركه دي حاجه كبيره جدا، انديه كبيره، انديه كبيره ما وصلتش ولعبتش العدد ده، اولا منهم مباريات، ثانيا منهم مشاركات، فدي حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. انديه كبيره وعالميه ما عندهاش كم البطولات ولا الجوائز اللي عندنا اصلا اكيد. اللي هي التتويج الافريقي، التتويج اللي هو العالمي يعني. بالظبط.